اخد اتصال من ام محمد. ايوه اهلا السلام بحضرتك. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا ابله دعاء؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. ازيك يا اتفضل. حضره الشيخ؟ انا اهلا بحترم بيكي. حضرتك جدا الله يحفظك. وبجيل لك جدا. الله يعني يسترك. اشكرك. انا الله يحفظك. عندي مشكله، انا عندي 65 سنه. ربنا ايوه يعطيك العافيه. الله يخليك. وبعدين انا جوزي توفى من 5 شهور بكورونا، الله يرحمه. الله يرحمه. فانا كنت انا وهو واخدين بعض على قصه حب طويله، يعني واتجوزنا ويعني وكنا كويسين جدا جدا مع بعض. ما شاء الله. بس في اخر الايام وبعد ما طلع معاش يعني اتغير شويه معايا في تصرفاته. المهم بنتي لعبت في الموبايل، لقيت في واحده بتبعت له رسايل ومش عارفه ايه وبتكلمه يعني ايه باستمرار. فهم انا عرفت قالت لي، فالمهم فجرت المشكله وكلام من ده، والموضوع انتهى. الكلام ده من 8 9 سنين خلصت بقى والموضوع يعني. عادي خالص، ما فيش اي حاجه. وبعدين جيت بعد كده لقيت ابنها بيتصل بيه مره، فبقول له دي ابن فلانه. المهم ايه، انكر وحلف بالله والمصحف ان مش هو. المهم ايه، بعد كده انا ايه بدات اشك فيه يعني. وبعد كده اللي حصل ان هو جالي في يوم قبل ما يموت بشهر كده او قبل ما يعيا بالكورونا، جاي يقول لي على بنتها عايز ياخدها لابني. واخد بال حضرتك؟ فانا انصدمت وعملت خناقه كبيره جدا جدا. المهم بقى برضه قال لي ما فيش ومش عارفه ايه. والمهم كان بدا برضه بعض كلماته يكذب عليا كتير، فأنا تعبانة نفسيا. هو مات، خلاص هو مات ربنا يرحمه بقى يا حاجة، اذكروا محاسن موتاكم. خلاص ماشي بقى. يا حاج ايه بقى السؤال؟ قولي السؤال. ان انا تعبانة نفسيا جدا ومش قادرة ادعي له. يا نهار ابيض، مش قادرة. انت اتجوزتيه قد ايه يا حاجة؟ قعدت مع بعض قد ايه؟ اكتر من 40 سنة. طيب يا حاجة، ده انت بنت يعني اصول يعني؟ يعني ده هو بين يدي الكريم مش قادرة يعني تدعي له؟ ده هو بين يدي انا الله. مش عارفه ادعي له، مش عارفه اقول الله يرحمه. ما خلاص، لان انا فتحت الفيس لقيت فيه صور عيالها وكلام من يا حاجه. صلى على النبي بس، اسمعيني الله يصلح حالك. الراجل مات وافضى. اسمعيني الله يصلح حالك. اسمعيني بالله عليك، اسمعيني. الرجل افضى الى ما قدم وهو بين يدي احكم الحاكمين. فالافضل من حضرتك ان انت تسطري، ما تتكلميش كده لا على الهوى ولا بره الهوى، الله يرضى عنك. وعشان ال 40 سنه من باب قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، شفت صور ما شفت الصور، خلاص اكفي على الخبر مجهول والموضوع انتهى، وقفي عشان ربنا يسامحك. عشان خاطري انا ممكن تعفو لله؟ طيب لله. احنا هي تتجاوز ازاي انها متغاظه؟ تقول اللهم اغفر لي وله، اللهم اغفر لي وله، يا رب سامحني وسامحني. دخلي نفسك في الدعاء معاه. ممكن تقول ورايا؟ استاذنك ممكن لله. الو، ايوه خلاص، انت معايا؟ المكالمه قفلت. يا فضلتك انا عايزك تقولي ادي الحل بقى. عايز اقول هي تقول دلوقتي ورايا، وكل واحده في نفس القضيه تقول ورايا. اللهم اني اشهدك اني قد عفوت عن زوجي وسامحته، فاللهم اعف عنه وسامحه. ولا تفتش في فيس ولا تفتش في واتس يا فندم. خلاص الراجل مات. عارفه مات يعني ايه؟ الموضوع انتهى. حتى لو كان متجوز، حتى لو كان عارف مليون واحده، خلاص اذكروا محاسن موتاكم. ربنا يكرمك يا رب ويبارك في اولادك. و40 سنه تضيع بسنه ولا سنتين؟ معلش بس ده برضه، معلش دي هي محروقه برضه من حبها فيه وعشمها، وان هو بس هو خلاص يعني عفى الله عما سلف. صحيح.